أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله مولانا العظيم. كما تعودنا دائما نفتتح كلامنا ونبدأ كلامنا بأجمل كلام وأحلى كلام وأعطر كلام وأطيب كلام، ألا وهو كلام الله سبحانه وتعالى ذو العزة والجلال والقدرة والكمال، جل جلاله سبحانه وتعالى، جل جلال الله تعالى شأنه وتباركت أسماؤه وتقدست روحه وتعاظمت قواه وارتفع سلطانه وعلى جاهه سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون، وهي طبعا آيات بينات من سورة المؤمنين، في افتتاح السورة أو فاتحة السورة أو بداية السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم نسأله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة وهذا الشهر المبارك، وهو شهر ذو الحجة المبارك، أن يجعلنا من هؤلاء المؤمنين الصادقين الطاهرين الوارثين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، المحبين لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، والمقربين أيضا من الله سبحانه وتعالى. أرجوكم رجاء أخ محب لكم، وأنتم تعلمون أنني أحبكم من كل قلبي، والله سبحانه وتعالى على ما أقول وكيل، ورجاء أب لأولاده الذي يخاف على أولاده ويكن لأولاده كل حب وكل خوف في نفس الآن، يخاف على أولاده من شر الأشرار، يحب أولاده، يتفانى في حبهم، يضحي من أجل أولاده. فأنا أرجو منكم رجاء أب، أولا يخاف على أولاده ويحبهم، ورجاء أخ يحب إخوته ويخاف عليهم أيضا من كيد الكائدين، من حقد الحاقدين، من حسد الحاسدين، من بغض المبغضين، ومن شر الأشرار. فأرجوكم أن تفعلوا جرس الاشتراك، أن تشتركوا معي في القناة، وأن تضغطوا على زر الإعجاب أو ما يسمى بالإنجليزية اللايك أو جيم أون فرونسي أو لايك إن إنجليش، لا لشيء إلا لكي ينتشر هذا الفيديو وهذه الفيديوهات وهذه المواضيع الهادفة، لأن كما اسم القناة القناة الهادفة، فنحن بدورنا نقوم بطرح مواضيع هامة مفيدة جادة وهادفة، لها مغزى، لها معنى، لها فائدة. وكل ما أتمناه وأدعو الله سبحانه وتعالى الكريم، وكل ما أرجوه منه
وكل ما أتمنى أن يجعل أن تصل هذه المواضيع إلى قلوبكم وإلى نفوسكم وإلى ضمائركم أيضا، وتكون سبب في جلب الخير لكم، لأن الخير هو من عند الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. كل ما أرجوه أن يجعل الخير أن يكون الخير على يدي أولا وأخيرا، ويجعلني فقط سببا للخير لكم. فأرجو منكم أن تضغطوا على زر الاشتراك وعلى زر الإعجاب، أو كما قلنا جيم أو لايك بالفرنسية، جيم ولايك بالإنجليش أو بالإنجليزية، لكي يستفيد من هذه المواضيع يعني عدد كبير من المشاهدين ومن المستمعين. ومبدأنا كمسلمين وهو قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فعندما أشاطر كذلك هذه المواضيع وهذه الفيديوهات أصدقائي وأحبابي وإخواني وعائلتي وجيراني، تنتشر الفائدة وتعم. وهذا هو بيت القصيد. والله سبحانه وتعالى يعلم ما تخفي الصدور، وهو سبحانه وتعالى علام الغيوب، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، صدق الله العظيم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، صدق الله مولانا العظيم. فبسم الله نتوكل على الله ونبتدئ موضوع حلقة اليوم أو درس اليوم أو لقاء اليوم كما أردتم، وهو حديث شريف عن رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، نبي الرحمة والهدى والنور والخير والسلام، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. قال عليه الصلاة والسلام في حديث شريف وصحيح أيضا: سبعة يظلهم الله في ظله أو تحت ظله، وهو نفس المعنى، يوم لا ظل إلا ظله. أعيد مرة أخرى الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله، اللهم اجعلنا يا رب، اجعلكم أنتم أولا وإياي معكم بإذن رب العالمين، من هؤلاء الطيبين، هؤلاء المحببين، هؤلاء المقربين، هؤلاء المختارين. سبعة، أعيد مرة أخرى: سبعة يظلهم الله في ظله أو تحت ظله، يوم لا ظل إلا ظله، صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. من هم هؤلاء السبع؟ وما هو هذا الظل؟ ولماذا ليس هناك ظل إلا هذا الظل؟ طبعا هذا، نقصد بهذا هو يوم القيامة. أولا سوف نبعث، نخرج من قبورنا للحساب، للجزاء، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الجنة، ونبعث أمام الله سبحانه وتعالى. يقال يوم البعث ويوم الحشر ويوم النشور، يوم القيامة، يوم الدين، عدة أسماء، تعددت الأسماء والمعنى واحد، لكي نحاسب أمام الله. وسوف تقترب الشمس تدنو من رؤوسنا جميعا، ولن يصبح هناك أي ظل يظلنا إلا عرش الرحمن. ظل، يوم لا ظل إلا ظله، ونقصد بالظل أو يقصد بالمعنى كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ظل عرش الرحمن.
فمن هم هؤلاء السبعة الذين سوف يكونوا من المختارين، من المصطفين، سوف يظلهم الله تحت ظله أو في ظله كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. هناك من يقول في الحديث في ظله، وهناك من يقول تحت ظله، ليس هناك أي فرق وليس هناك أي إشكال. كما دائما أقول، المهم هو المعنى والمغزى والقصد من الحديث أو من الآية أو من الحكاية التي نحكيها أحيانا لكي تكون تفسيرا لشيء ما، سواء قصة حقيقية، قصص من قصص القرآن، أو قصة وقعت لي أنا شخصيا، حكاية أو وقعت لأحد ما. فدائما أنا أقول لكم ركزوا على المعنى، وما ليس مهم الحفظ، المهم هو الفهم والعمل بما نحفظ. فأعيد مرة أخرى، سبعة يظلهم الله في ظله أو تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولهم الإمام العادل، ثانيهم شاب نشأ في عبادة الله، ثالثهم رجل تعلق قلبه بالمساجد، رابعهم رجل ذكر الله خفية ففاضت عيناه من الدمع من حبه في الله وتمسكه بالله وشغفه بالله، خامسهم رجل صدق وأخفى صدقته، يعني صدقة خفية حتى لم تعلم شماله ما قدمت يمينه، سادسهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، أو ذات مال ومنصب وجمال كما أردتم، فقال إني أخاف الله، قال معاذ الله، قال إني أخاف الله. سابعهم رجلان تحاب في الله اجتمع عليه وافترق عليه، صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. سوف نبدأ بشرح طبعا هؤلاء السبعة، من هو الإمام العادل، من هو الرجل الذي تعلق قلبه بالمساجد إلى آخر، يعني واحد واحد. هما سبعة أفراد أو سبعة أشخاص هم الذين يقصدون بهذا الحديث الشريف الذي ورد عن رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فهؤلاء الأشخاص أو هؤلاء الأفراد من خلق الله سبحانه وتعالى المصطفين هم الذين سوف كما قلت سوف يظلون بذل الله، بذل الرحمن تحت عرشه، ولن يعانون من العرق ومن الشمس ومن الحر، ومن الله سبحانه وتعالى سوف يصطفيهم. الإمام العادل أولا، قلنا أولهم هو الإمام العادل. الإمام العادل ما معنى الإمام العادل؟ الإمام العادل وهو ولي الأمر، الحاكم الذي يعني له سلطة معينة، له نفوذ معين، ويقدر بنفوذه أن يظلم العباد، لكنه يخاف الله ولا يظلم أحدا. فكما قال ذلك الرجل الذي ذهب يفتش عن سيدنا عمر بن الخطاب، قال عدل ولم يجده، ثم وجده نائما تحت شجرة، فقال عدلت فنمت فأمنت. سيدنا عمر ابن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين الذي يضرب به المثل في العدالة وفي الشجاعة وفي الإقدام وفي الرجولة وفي النخوة إلى آخره. فاللهم صل على سيدنا محمد كامل النور عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى
قال في كتابه الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم من يأمركم يعذكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. فهذا الإمام سواء كان قاضيا، سواء كان واليا على مدينة معينة، على بلاد، على إقليم، سواء كان كيفما كان نوعه، وكان له نفوذ ولديه سلطة ولديه صلاحية في تنفيذ في إعطاء الأوامر، ومن ينفذ أمره ينفذه بالسمع والطاعة، فأمره مسموع وسلطته قوية وحكمه جار، والحكم هو لله في الأول وفي الآخر سبحانه وتعالى. لكنه كان عادلا ينفذ حدود الله، يخاف من الله سبحانه وتعالى. وقد ضرب المثل في العدل وفي حب الفقراء وحب المساكين وحب سيدنا عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين. ضرب كي لا نكسن دائما. أنا أحب أن يعني أداعبكم قليلا لأنني أحبكم من كل قلبي، وقد ورثنا هذه الصفات وهذه خفة الدم من أمي وأبي رحمهم الله يا رب ورحم الجميع. وقال عليه الصلاة والسلام: الضحك في الكلام كالملح على الطعام أو في الطعام. فوالله سبحانه وتعالى خطب النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: كن بشاشا فإن الله يحب البشاشين ويكره العبوس كريه الوجه. وهذا حديث ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام: وإن كنت فظا غليظ القلب فانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. صدق الله العظيم. فهذا الإمام العادل هو أول من سوف يستدل بذل الرحمن سبحان الله. رجل تعلق قلبه بالمساجد، رجل أحب بيوت الله وأحب الجوامع والمساجد، تعلق قلبه بالصلاة وبتلاوة القرآن والجلوس في المسجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة، وذلكم هو الرباط كما أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة في وقتها خير من الدنيا وما فيها، الصلاة في وقتها خير من الدنيا وما فيها. وكان دائما يقول لسيدنا بلال مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال. فهذا الرجل الذي تعلق قلبه بالمساجد، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى المساجد والجوامع وبيوت الله العظيم الكريم القدير الحليم الحكيم العليم الرحيم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ذا الجلال والإكرام، ذا الملك والملكوت، ذا العزة والجبروت. فهذا الرجل الذي تعلق قلبه بالمساجد ذكر الله سبحانه وتعالى المساجد والجوامع وبيوت الله في سورة النور بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحانه وتعالى، اسم الله العظيم الأعظم، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. هذا هو الرجل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم الرجال الذين سوف يتعلق أو تعلق قلبهم بالمساجد، الرجال الذين تعلق قلبهم بالمساجد. ولا رجل تعلق قلبه بالمساجد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحانه وتعالى، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال.
اللهم اجعلكم وإياي منهم يا رب العالمين، واجعلنا جميعا رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله مولانا العظيم. استدللت بهذه الآية من سورة النور، والله سبحانه وتعالى كما قال وسمى نفسه الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، واضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العظيم. فنرجو من الله أن نكون من هؤلاء الرجال الذين لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في حديثه وفي دعاء: يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، لأن القلوب بين أصابع الله يقلبها كيفما شاء. وهذا ما أخبرنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فاللهم نسأل أن يثبت قلوبكم وقلوبنا وإياي معكم بإذن الله على دينه يا رب. الثالث: شاب نشأ في عبادة الله. الشاب الذي يصبح طفل، يصبح غلام، ومن سن الطفولة إلى سن الشباب، ويبتدئ في النمو والفتوة والقوة، والعضلات تنمو والمناكب تظهر إلى آخره ما شاء الله. فهذا الشاب الذي ينشأ في عبادة الله، يحب الله ويطيع الله ويحب رسول الله، ولا يرتكب الكبائر، ويجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ويحب ما أحبه الله، ويأتمر بأوامر الله، وينتهي عن نواهيه، ويحب الخير للناس ولنفسه وللجميع، ويحاول قدر ما استطاع أن لا يغضب الله في شيء، هذا الشاب، هذا الشاب كما نشأ. نضرب المثل بسيدنا يوسف، لأن سيدنا يوسف حاز من هذه السبعة عدة ما شاء الله مقامات، فهو الشاب الذي نشأ في عبادة الله، وهو الإمام العادل، وهو كذلك الذي استعصم ولم يردخ ولم يستسلم لرغبة زليخة، وسوف نأتي في الكلام. فاللهم اجعلنا واجعل أولادكم وأحبابكم منهم بإذن رب العالمين. هذا الشاب الذي نشأ في عبادة الله وأولادي يا رب، والجميع وجميع الطيبين. نسترسل في الكلام. قلت الإمام العادل رجل تعلق قلبه بالمساجد، شاب نشأ في عبادة الله، رجل تصدق حتى لم تعلم، تصدق بصدقة فأخفاها، صدقة خفية حتى لم تعلم شماله ما قدمت يمينه. الصدقة وهي وباكر بالصدقة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام قبل البكور: فإنهن يرددن القضاء في الهواء. الصدقة تكون سببا رئيسيا، سببا هاما، سببا يعني قويا في رد القضاء. وهذا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: وباكر بالصدقات قبل البكور فإنهن يرددن القضاء في الهواء. الصدقة
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حتى لو أن بنا خصاصة، ولكننا نصدق ونساعد الآخرين وندخل السرور والحبور والفرحة والبهجة والسعادة على قلوبهم. والله سبحانه وتعالى خير من يجزي عباده الطيبين، عباده المحبين، عباده الذين يحاولون إسعاد غيرهم حتى ولو كانت بهم خصاصة. هذه الصدقات، هذا الرجل الذي لم تعلم يمينهم أو لم تعلم أسف شماله ما تصدقت أو ما قدمته يمينهم، ما شاء الله ما شاء الله أخفى صدقته. الله سبحانه وتعالى يقول بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. اللهم صدق الله مولانا العظيم. اللهم اجعلكم دائما، أنا أبتدئ بكم أولا لأنني أحبكم من كل قلبي وأتمنى لكم الخير، ومن أحب غيره ومن كان صادقا في حبه ومن كان مخلصا في حبه ومن كان يحب الخير للغير، الله سبحانه وتعالى يكرمه ويعطيه من الخيرات ما أشياء عظيمة، خفايا وأسرار لا نعلمها ولا أعلمها أنا لكي أخبركم بها، إن الله سبحانه وتعالى يحب عباده الصادقين، يحب عباده الطيبين، ويحب عباده الكرماء المحسنين المخلصين. اللهم اجعلكم دائما يا رب وإياي معكم منهم يا رب. الله سبحانه وتعالى كذلك كي لا أنسى في سورة فاطر قال: إن الذين يتلون كتاب الله، بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ما هو جزاؤهم ليوفيهم أجورهم الله ويزيدهم من فضله الله إنه غفور شكور. صدق الله مولانا العظيم. نسترسل في ذكر هؤلاء السبعة. ذكرنا الإمام العادل، رجل تعلق قلبه بالمساجد، شاب نشأ في عبادة الله، رجل تصدق صدقة يعني فأخفى صدقته، صدقة فأخفاها حتى لم تعلم شماله ما قدمت يمينه، ورجل ذكر الله خفية ففاضت عيناه من الدمع. الله، هل لو استطعنا أن نخدع الجميع بما فيهم أنفسنا ونكذب على الجميع بما فيهم أنفسنا، هل نستطيع أن نخدع الله؟ حاشا لله. هل نستطيع أن نكذب على الله؟ حاشا لله. هل نستطيع أن نخفي ما بدا أسف ما بداخلنا؟ حاشا لله. يعلم ما بسم الله الرحمن الرحيم، أرجو أن لا أنسى الآية: فإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، في سورة طه. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، صدق الله العظيم. ويعلم خائنة الأعين، هذه هي الآية، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، صدق الله مولانا العظيم. لا نستطيع أبدا مهما نحاول أن نخدع الله أو نكذب على الله أو نخفي على الله أو نظهر شيئا ونبطن في باطننا، نظهر شيئا ونبطن يعني ضده. أظن أن المعلومة واضحة أو وصلتكم. نظهر أننا محبين ونحن لسنا محبين، نظهر أننا طيبين ونحن عكس ذلك،
وهذا يسمى من النفاق لا قدر الله. لا جعلكم الله ولا وإياي ولا أنا ولا أي أحد من هؤلاء يا رب العالمين. فرجل ذكر الله خفية ففاضت عيناه من حبه في الله، من تقواه، من تقربه إلى الله، من تفانيه في وإخلاصه ووفائه في عبادة الله. فاللهم اجعلنا منهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما إلى آخر الآيات. اللهم اجعلنا من هؤلاء. السادس رجلان أو أسف السادس رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، أو ذات مال ومنصب وجمال، المعنى واحد لأننا لا نريد أن نخطئ في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ما شاء الله ما شاء الله، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. يا ليتنا نصل إلى هذه الدرجة من التقوى ومن الصدق مع الله ومن حب الله، ولا نغضب الله في شيء أبدا مهما كانت المغريات، آسف، ومهما كانت المكتسبات، ومهما كانت الإغراءات. نحن الآن جميعا نعيش في التقدم العلمي والتطور التكنولوجي والعالم كما قلت، وأرجو أن تشاهدوا إذا لم تكونوا قد شاهدتم الموضوع الذي قد قدمته منذ حوالي 3 أشهر على ما أعتقد، وهو يتكون من جزئين، رسالة إلى شباب العالم أو تخص شباب العالم في ظل التطور العلمي والتكنولوجي. أرجو أن تشاهدوا هذا الموضوع، ويتكون من جزئين، الجزء الأول تقريبا 10 دقائق، والجزء الثاني يعني الأخير الثاني وهو تقريبا من حوالي نصف ساعة. المغريات، حسبنا الله ونعم الوكيل، نكون نتصفح الهاتف وتأتي رسالة غرامية في الواتساب، صور يعني لشابات فاتنات جميلات يعتقدن أنهن جميلات، نرجو لهن الهداية، نرجو لهن الهداية. الجمال ليس عيبا، الجمال الله جميل يحب الجمال، الجمال هو هو هبة، أسف، هو هبة من الله سبحانه وتعالى للإنسان. لماذا للخلق؟ والله جميل، ومن صفاته ومن أسمائه من صفاته أنه جميل، ومن أسمائه الحسنى الجميل، الجمال ليس عيبا، وهو هبة من الله. لكن عندما نستعمل هذه الهبة في أشياء تغضب الله، هل يصبح هذا الجمال جمال؟ يصبح قبح، يصبح قبحا، ويصبح ذنوبا ومعاصي نقترفها وندفع ثمنها غاليا، ندفع ثمنها غاليا في الدنيا قبل الآخرة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الزنا، وطبعا الزنا هو معاشرة شخص ليست زوجتك، يعني بمعنى أن المرأة تعاشر رجلا ليس زوجها، والعكس بالعكس، والعكس صحيح، والرجل كذلك يعاشر امرأة ليست زوجته، ليست حلاله، ليست زوجته. هذا هو الزنا،
والرسول عليه الصلاة والسلام قال للزنا ثلاثة خصال في الدنيا وثلاثة خصال في الآخرة: يذهب البهاء في الدنيا، يورث الفقر، وينقص العمر. في الدنيا ثلاث صفات أو ثلاث خصال للزنا: يذهب البهاء، بهاء الوجه، يصبح الإنسان شكله قبيحا. حتى نعلم جميعا أن الأطفال يولدون بشكل جميل ونور رباني في وجوههم، وحتى رائحتهم جميلة عندما نقبلهم. فذلك البهاء الذي يستمر مع الإنسان حتى يكبر، إذا ما أغضب الله سبحانه وتعالى وصار من العصاة ومن مقترفي الكبائر، فهذا البهاء يذهب لا قدر الله. فيذهب البهاء، يورث الفقر، وينقص العمر. هذا هو الزنا: يذهب البهاء، يورث الفقر، وينقص العمر. يوجب السخط، سخط الله، وعذاب القبر، والخلود في النار. الدنيا ثلاثة في الدنيا وثلاثة في الآخرة: يذهب البهاء، يورث الفقر، وينقص العمر. هذا هو الزنا، هذا هو معاشرة بمعنى، لا أريد أن أقول كلام غير يعني لائق، أنا لا أحب دائما، لا أحب أبدا أن أتجاوز في كلامي، ويكون كلامنا دائما طيبا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لم ترى في سورة إبراهيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم ترى كيف ضرب الله مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتدت من فوق الأرض ما لها من قرار، إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. عندما يعاشر الشخص شخص أو أشخاص آخرين، طبعا أنا أتكلم هنا كلامي واضح، ويقترف الكبيرة كبيرة الزنا، أنه لا يعاشر زوجته، إذا كان رجلا أو المرأة لا تعاشر زوجها، إنما تعاشر شخصا غريبا عنها، شخصا ليس حلالها، لم يحلها الله سبحانه وتعالى لها. هذا هو الزنا. ما جزاء هذا الزاني؟ والله سبحانه وتعالى قال في سورة النور، ولا يعني استغفر الله العظيم، نرجو من الله أن لا نكون منهم أو تكونوا أبدا. الله سبحانه وتعالى قال: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، إلى آخر الآيات، وذكر فيها الزناة. فالزاني أو الزانية عقابهما أو عقابهما في الدنيا ثلاث، هناك ثلاث أشياء: يذهب البهاء، الزنا يذهب البهاء، يورث الفقر، يورث الفقر، يصبح الإنسان مع مرور الزمن والوقت يصاب بالفقر لا قدر الله. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. اللهم نجنا يا رب، نسأل الله سبحانه وتعالى. وكذلك له خصال في الآخرة: يوجب سخط الرب، سخط الرب، وعذاب القبر، والخلود في النار. فنتذكر هنا كذلك، أنا ركزت على هذه النقطة ربما لأن الفواحش كثرت والمغريات كثرت يعني الفتن كثرت، وخاصة في عالمنا، في هذا العالم الذي نعيش فيه، في هذه الآونة، وخاصة نحن نستعمل تقنية الهاتف المحمول الذكي، الهواتف الذكية زائد تقنية الانترنت، فيصبح العالم كتاب مفتوح أمامك، أي معلومة تريد أن تصل إليها تجدها في الانترنت، أي ميدان تبحث فيه. فيجب علينا أن نأخذ الحذر، وأن
نربي أبناءنا على مكارم الأخلاق، أن نخاف من الله سبحانه وتعالى، لأن رأس الحكمة هي مخافة الله. ومن لا يخاف الله يجب أن نخاف منه، ويجب أن لا نأمن له أبدا، لأنه لا يخاف الله، فهو على استعداد أن يعمل أي شيء لا قدر الله. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يهدينا جميعا إلى طريق الخير، إلى طريق الصلاح، إلى طريق الفلاح، إلى طريق النجاح، إلى الطريق المستقيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وهي الطريق المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. صدق الله مولانا العظيم. فنتذكر كذلك هناك قصة هامة وفي غاية الأهمية، ويجب أن أذكرها لكم، هي قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. سيدنا يوسف، ذلك الشاب الجميل، وذلك الطفل الوديع البريء، الذي ظلم من إخوته وألقوا به في غيابة الجب في البئر، في ظلمات الجب. وكانوا يريدون أولا أن يقتلوه لولا أن تدخل أخ من إخوته ودافع عنه وقال: لا تقتلوه بل ارموه أو ألقوه في غيابة الجب. فذلك الطفل البريء الجميل الذي فرق بينه وبين أبيه الذي يحبه سيدنا يعقوب، ونعلم جميعا أن أبو سيدنا يوسف هو سيدنا يعقوب النبي، ويسمى كذلك بإسرائيل، سيدنا إسرائيل، بنو إسرائيل بمعنى إسرائيل هو سيدنا يعقوب. فيوسف هو ولده المحبوب، وهو لم يكن يفرق أبدا بينه وبين إخوته، لكن كان قلبه يميل إلى يوسف وإلى بنيامين أكثر من الآخرين، لأنه كان يحس، الأب دائما يحس بأبنائه وبأطفاله، ويعلم من الطيب من الخبيث. المهم، لا نريد أن ندخل في تفاصيل القصة. فرق بين الأب والابن، وكان يحبان بعضهما. أصبح سيدنا يعقوب حزين على فراق ابنه يوسف عدة سنوات. وعندما كبر في قصر البوديفار، وهو عز مصر، وامرأته زليخة اعتنيا به، وكان يحبانه وكان يكرمانه ويجعلانه في دائما يف دائما يعني يفيض عليه من خيرات، والخير من الله سبحانه وتعالى، ويفرحانه، وكان له مكان عظيم في ذلك، ورفيع ومكان ورفيع مكان رفيع المقام في قصر العزيز. عندما أصبح هذا الولد الطفل الجميل البريء سيدنا يوسف عليه السلام، عندما أصبح شابا وهو كان جميل الخلقة وجميل الأخلاق، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، صدق الله العظيم. فالسيدة زليخة أصبحت متيمة وعاشقة لذلك الشاب، رغم أنها متزوجة وهي يعني امرأة العزيز، يعني في مثابة ملكة مصر، في مثابة الملكة، لها مقام رفيع، ولها زوج رجل طيب وأحسن إلى سيدنا يوسف، وكان رجلا يمتاز بالشجاعة والقوة والإقدام، وكان كذلك محاربا ومقاتلا. الله سبحانه وتعالى أعطاها رجل من القوة، من الفتوة، من الجمال، من الرجولة، كل شيء يتوفر لديها، لكنها النفس، نفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العظيم.
أرادت أن توقع بسيدنا يوسف جميع الأمور، جميع المغريات. وطبعا أنتم تعلمون، أنتم تعلمون يعني المرأة وإغراء المرأة، والله سبحانه وتعالى قال إن كيدهن عظيم، لكن الله سبحانه وتعالى حفظ سيدنا يوسف وقال السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. لم يشأ سيدنا يوسف أن يغضب ربه أبدا أبدا، وكان على نقاء منذ طفولته إلى أن أصبح شابا، وإلى أن أصبح رجلا، وإلى أن إلى آخر العمر. وعندما نصره الله سبحانه وتعالى قال ربي أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. أكرمه الله ورفع مقامه، وكان جزاؤه حتى عندما خرج، حتى عندما بعدما سجن، كان جزاء الله سبحانه وتعالى بعد تلك المحنة المنحة الربانية العظيمة، وهي أنه أصبح على خزائن الأرض، أصبح هو عزيز مصر، أصبح هو وزير المالية ووزير الشؤون الزراعية والفلاحية في مصر. فهذا هو جزاء من يحب الله بصدق ومن لا يغضب الله سبحانه وتعالى. نختم كلامنا، وهو طبعا الرجلان الذين تحابا في الله، وهما من السبعة المبشرين بظل الرحمن يوم القيامة. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. الحب في الله بدون مصالح، بدون أغراض دنيوية، بدون مطامع ومكتسبات. أحب فلان لأنني أحبه في الله، وفلانة تحب فلانة لأنها تحبها في الله. والمقصد هنا بالرجلان حتى ممكن يكون للسيدتين، يعني كما قال وفسر العلماء جميع هؤلاء السبعة يمكن أن يكونوا للمرأة كذلك، إلا الإمام العادل، لأن الإمام يكون دائما الإمام رجل، لا تكون الإمامة للسيدة. وهذا الله سبحانه وتعالى قال الرجال قوامون على النساء. صدق الله وعد. وقد كرم الله سبحانه وتعالى المرأة وجعلها في أعلى الدرجات في الدنيا والآخرة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا، هن عوال لديكم، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. ف الحب في الله رجلان سابعهم، سابع هؤلاء السبعة الذين سوف يكرمون، سوف يكونون من المصطفين عند الله سبحانه وتعالى. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. الحب في الله، الحب الله محبة، والحب الصادق الخالص الوفي من أعماق القلب يصل. لذلك أنا أعلم ولا أزكي نفسي أبدا عليكم، أبدا أمامكم لا أزكي نفسي أمامكم ولا عليكم، لكنني أقسم بالله العلي العظيم أحبكم في الله، وأحب لكم الخير، وأتمنى أن أراكم دائما ناجحين فائزين سعداء مبتهجين من الأخيار من الأطهار من الأبرار من المقربين، فائزين وسعداء في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. فصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. أرجو كذلك أن تكونوا قد قضيتم عيدا مباركا سعيدا مع أسرتكم الصغيرة وعائلتكم الكبيرة، أصدقائكم كذلك، جيرانكم. لا تنسونا من اللايك، لا تنسونا من الإعجاب والاشتراك لكي تنشر هذه المواضيع التي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون قد وفقني ويوفقني في تقديمها لكم، وأن تكون المعلومة قد وصلتكم، والرسالة طبعا تستفيدون بها، والرسالة وصلت، هذا هو أهم شيء. كما دائما تعودنا نختتم كلامنا
بكلام الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم كلام، أجمل كلام وأحلى كلام. في سورة الفرقان، بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، آسف، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يزنون ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما لا قدر الله، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم، أو الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، اللهم أمين، واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، صدق الله العظيم. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء ويجعلنا من المخلصين المحبين الأوفياء في حبه والقرب منه والقرب من رسوله عليه الصلاة والسلام. أتمنى لكم كل الخير وأدعو لكم دعاء وأدعو لكم بكل الخير وبكل الفرحة وبكل السعادة، وأتمنى لكم كل خير. سوف نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونتمنى لكم كل الخير، ونختم كلامنا دائما ولقاءنا يعني قد ختمناه بكلام الله سبحانه وتعالى، كما أن دعاء تتمنى لكم عيد مبارك سعيد وكل عام أنتم بخير يا رب لا تنسونا من اللايك وسبسكرايب وضغطوا على سبسكرايب وجرس. في أمان الله ولا تنسوا الأبوني. يلا روح في أمان الله. أتمنى لكم كل الخير وأستودعكم الله في أمان الله وحفظه ورعايته. في أمان الله. شكراً.